مرحبا، اهلا وسهلا فيكم. الحمد لله على السلامة. أول شيء الله يبارك فيكم، الله يسلمكم يا رب، واهلا وسهلا فيكم. الله يسلمك، عرفني عن حضرتك. أنا حسين الحلبي من مدينة من ريف حمال الغربي الشمالي من مدينة حلفايا، ونزحنا على تركيا وهلق كمان نزحنا مرة ثانية هون في منطقة بيلان كذا. إن شاء الله ما صار أضرار أثناء الزلزال اللي صار. والله العظيم بيتنا بالأرض، كله بيتنا كله رديم صار بالأرض، وما حدا مطلع علينا، وكل ما منقول لهم تعالوا شوفوا وضعنا، شوفوا حالتنا، لازمنا بطانيات، لازمنا مساعدات، لازمنا شوادر، لازمنا قرفانات، بقولوا جايتنا تعليمات من فوق. بقى منين جايتهم تعليمات؟ ما حدا بيعرف لهلا. مين اللي عم بيقول؟ والله بنسأل المختار، بنسأل مثلا هون المختار الحي اللي هون موجود، ما برد علينا، بقول انت سوريين ما في لكم هلق مساعدات بالوقت الحالي. بنقول هون بالمدرسة لجماعة الجندرمة كمان بنقول لهم، بقولوا لنا هلق بالوقت الحالي انتم السوريين ما في لكم شيء، روحوا على القائل المقام. بنروح المنزل على القائل المقام، بقول هلق انتم السوريين كمان ما جاي لكم، جاي تعليمات، هيك جاي التعليمات. عم نوزع بس خليني افهم عليك. نعم، ما في مساعدات وصلت لكم، او في مساعدات ولكن يستثنى منها السوري هي للتركي؟ والله عم تيجي مساعدات جمة كتير، بس كلها للاتراك، اما السوريين ما بيوصلوا من الجمل ربع اذنه. بس انا شفت هون في ألبسة يا حجي، هي الألبسة عم تيجي من بعض منظمات انسانيه غير معروفه، غير معروفه من جهات غير معروفه، وعم تيجي يحطوا هون البضاعه، يعني ألبسة تبع بالي بدك تقول، او ألبسة مستعمره. نعم، قديمه. نعم، يعني يحطوها هون يتركوها ويروحوا. اما نحن السوريين هلق انا بتمنى مثلا، هلق انا صفيت بالشارع انا واهلي، ليك صرنا هلق يوم السادس او السابع على التوالي مرميين برا بالشوارع، لا في عندنا قرفاني، لا في شوادر، ليك المخيم كله وضعه تعبان كتير كتير، لا في خدم صحي. أما الأتراك مثلا يعني وضعهم عم يأخذون مثلا على مدارس، على أماكن أمان أكثر من هون. يعني أكثر شيء أولوية لكم حاليا الأكل، الشرب، الوقود، التدفئة، الأحرامات، شو أكثر شيء؟ أكثر شيء إن نحتاجه هو القرفانات بالوقت الحالي، الأمان، الأمان والتدفئة. التدفئة المازوت مثلا ما في الأغذية لحد الآن ما وزعوا ولا كرتوني. الأتراك وزعوا لهم بالتراكتور، يعني البلدية صار تفتل عليهم على الأتراك، وزعوا لهم طحين وسكر ورز وزيت. أما السوري بقول لك أنت سوري، قيت ما في هيك بيعملوا لنا، الله وكيلك يعني. ونحن هلق شو بدنا نسوي؟ هلق وضعنا هيك صار صعب. بتمنى إن شاء الله يوصل صوتك على كل الأحوال، يعني بتمنى من الدول العربية كلها، بتمنى من العالم، كل إنسان حي عم ينظرنا، عم ينظر بوضعنا، يجي يشوفوا وضعنا هون بالمخيم بكذا، ويوزعوا لنا قرفانات، ويوزعوا لنا تدفئه، ويوزعوا اغاثه، يعطوا العالم ينشلوها. وشكرا لقناه اورينت، شكرا، كل الشكر لكم اللي عم تتضافروا معنا على راسي، شكرا لكم والله. اذا كما شاهدتم، يعني ما يجري هنا هو عباره عن جهد متطوعين سوريين بامكانات خاصه، وكما قالوا وكما استمعنا لا تصلهم مساعدات كافيه حتى الان.